العلم سبحان الله وقود محرك، العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان، العلم سبب من أسباب الحفظ بإذن الله جل وعلا. ولذلك أشد شيء على الشيطان طلب العلم، أشد شيء على الشيطان طلب العلم. فإذا طلب الإنسان العلم تركه الشيطان، إلا يوسوس له في بعض الأمور التي تتعلق في الإرادة والإخلاص، يأتي من هنا ويأتي من هنا. لكن طلب العلم صخرة تتحطم عليها وساوس الشيطان وكيد الشيطان ومكر الشيطان وتوهين الشيطان أيضا.